ألف مبروك للعيد الخامس لقناة الملكوت. نحن فرحانين كثير لكم ونشكر الرب على هذه الخدمة لأجل هالرؤية الرائعة، ونشكر الرب لأجل كل الأحبة اللي اشتغلوا معنا، دكتور مايكل يوسف والفريق عنده في أتلانتا والفريق هنا بالشرق الأوسط في مصر وفي الأردن، وما فيش وقت نذكر أسماء الكل، بس ألف مبروك. احنا نفرح معاكم حقيقة، نفرح لقناة الملكوت لأنه لعدة أسباب. أولاً الرؤية كتير واضحة، معروف شو هدف قناة الملكوت. واحد بس يعني ينور القناة على التلفزيون، يفتح القناة بيقدر يكون مطمئن أن المواضيع حتكون كتابية بالكتاب المقدس، لاهوتية محافظة، بتتكلم عن الإنجيل وعن شخص المسيح والخلاص. ومهما تنوع المتكلمين، مهما تنوعت المواضيع، كلها إلها موضوع واحد، يعني كلها مترابطة منسجمة متناغمة مع بعضها البعض. نشكر الرب لأجل هالرؤية، لأجل الوضوح في العقيدة والهدف. وبعدين هنشكر الرب لقناة الملكوت لأن أنا كان لي الامتياز أسجل عدد منيح من الحلقات في سلسلتين، وقدرت أعرف الأخوة اللي بيشتغلوا في التسجيل وفي التنقيح، وأخوة رجال الله وأخوة وأخوات بحبوا الرب، وكان الشغل معهم كتير مريح. بعدين شيء آخر لأجل قناة الملكوت هو السهولة اللي بسرعة بيرحبوا في الأشخاص اللي عندهم استعداد يسجلوا، يعني بيسهلوا الأمور، الأمور بتمشي بسرعة ومن دون تعقيد، بتتسجل الأمور بسرعة وبتطلع بسرعة، لأنه الهدف واضح إنه نقدم رسالة كلمة الله ورسالة الحق والإنجيل للعالم الضائع. حقيقة كمان قناة الملكوت بتفيد غير المؤمنين وبتفيد المؤمنين بنفس الوقت. فنشكر الرب لأجل القناة مرة أخرى. كل عام وأنتم بخير، كل سنة وأنتم سالمين، وألف مبروك للعيد الخامس.